أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الجزيرة في قطر. تعرض الرئيس الأمريكي جورج بوش لإهانات لفظية من قبل صحفي عراقي يدعى منتظر الزيدي، فقد رمى الصحفي بوش بزوج حذائه واحدا بعد الآخر خلال المؤتمر الصحفي الذي كان يعقده الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء العراقي. مدنيين، فإننا نقترب كثيرا من هذه النهاية. شكرا جزيلا. وقد علق الرئيس بوش على حادثة الحذاء. It is one way to gain attention. إنها إحدى الطرق لجلب الانتباه، وهي مثل أن تذهب إلى مهرجان سياسي ثم يبدأ الناس بالصراخ عليك. إنها طريقة لبعض الناس كما تعرفون لجلب الانتباه إليهم، وأنا لا أعرف ما السبب الذي دفعه إلى ذلك، لكنه بالتأكيد شيء واحد، وهو أن يدفعكم لتسألوني عنه وعن فعلته. أنا لم أشعر بأي نوع من التهديد أو الخوف بسبب ذلك، والصحفيون هنا أعربوا لي عن بالغ أسفهم وقالوا إن هذا لا يمثل الشعب العراقي، لكن مثل هذه الأمور تحدث في المجتمعات التي تتمتع بالحرية والديمقراطية. وقد طلبت قناة البغدادية، حيث يعمل الصحفي، في بيان حصلت الجزيرة على نسخة منه، طلبت السلطات العراقية بالإفراج عنه تماشيا مع الديمقراطية وحرية التعبير التي وعد العهد الجديد والسلطات الأمريكية بها. وأشار البيان إلى أن أي إجراء يتخذ بحق مراسلها منتظر الزيدي إنما يذكر بالتصرفات التي شهدها العهد السابق على حد وصف البيان. وطالب البيان المؤسسات الصحفية والإعلامية العالمية والعربية والعراقية بالتضامن مع الصحفي. من جهته قال خليل الدليمي محامي الرئيس العراقي السابق صدام حسين إن 100 محام عربي تطوعوا للدفاع عن منتظر الزيدي الذي رشق الرئيس الأمريكي بحذائه وحمل الحكومة الأمريكية المسؤولية عن سلامته. نحن كهيئة الدفاع ندافع عن كل الشعب العراقي وعن كل الأسرى في العراق، نطالب الحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ومندوبها السامي في بغداد بصفته الحاكم الفعلي للعراق بالمحافظة على سلامة هذا البطل والإفراج عنه فورا، ونحمل السلطات الأمريكية وفقا للقوانين الدولية المحافظة على حياة هذا البطل. وخلاف ذلك ستقوم هيئة الدفاع بإرصاد هذا بالوقوف مع هذا البطل بمئة محامي للمتطوعين للدفاع. هذا ولما تبخل وسائل الإعلام الأمريكية في تغطية حادثة رشق بوش بالحذاء، وإن تفاوتت تعليقات الصحف والقنوات الأمريكية عليها، لكن الإعلام الأمريكي اعتبر أن تلك الزيارة التي أرادها بوش وداعية ستبقى في الذاكرة مرتبطة بحادثة الحذاء. في زيارته المفاجئة
الحذاء الذي صوبه صحفي عراقي إلى رأس بوش في المنطقة الخضراء أخطأ الأخير، لكنه شوش على الزيارة برمتها وطغى على بعض جوانبها. صحيفة واشنطن بوست علقت على الحادثة بالقول إن الرئيس الأمريكي ذاق بعضا من النقمة العارمة للكثير من العراقيين على سياساته. بدورها علقت صحيفة نيويورك تايمز على الإهانة التي يحملها الحدث، موردة بالنص كلمات الصحفي الذي نعت الرئيس الأمريكي بالكلب. قناة فوكس نيوز ركزت هي أيضا على الجانب المهين من الحادثة، معتبرة أن لا نصر واضحا في العراق حتى اللحظة، بينما قالت مراسلة شبكة ABC إن كلمات بوش للتندر على الحادثة لم تحجب المعارضة الكبيرة للحرب، مذكرة بمقتل مئات آلاف العراقيين. أما مراسل شبكة CNN فعلق بأنه المؤتمر الذي سيتذكره الجميع، وسجل تقريرها عن الحادثة أعلى نسبة مشاهدة على موقعها الإلكتروني. وتتناقض حادثة الحذاء مع الصورة التي أراد بوش أن تعكسها زيارته لناحية استتباب الأمن في بغداد، فإذا بخرق فاضح يصيب قلعتها الحصينة ويخلف ظلالا من الفوضى. بينا أن في العراق اليوم هناك نوع من الفوضى في السماح بمثل هذا الأمر، وهناك يرينا أن ضعف الرقابة الأمنية على الناس الذين يدخلون القاعات التي فيها رؤساء دول. إدارة بوش أعدت زيارته إلى بغداد من ضمن أجندة تركز على ما تعتبره نجاحات في مجموعة من الملفات بينها حرب العراق، إنما لم يكن في حسبانها أن يلتقط الرئيس الأمريكي صورة الوداع مختبئا من حذاء طائر. فادي منصور، الجزيرة، واشنطن. وتتعدد أشكال الاحتجاج السياسي، فمنها ما يأخذ طبعا عنيفا أحيانا من خلال استخدام أدوات هجومية كالحجارة أو المياه أو أشياء أخرى، لكن ضرب المسؤولين بالأحذية أو النعال يحمل رمزية سلبية في العالم العربي، إذ تعتبر الأحذية إحدى الوسائل التي لا تعبر عن الاحتجاج فحسب، بل تحمل معها مشاعر الاحتقار والإهانة للسياسيين. كانت زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش للعراق حبلى بالمفاجآت، فعدا عن تفاصيلها التي أحاطتها السرية التامة، كانت المفاجأة الكبرى التي غطت على ما سواها تنتظر بوش أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. مفاجأة أراد لها صحفي عراقي يدعى منتظر الزيدي، يعمل مراسلا لقناة البغدادية، أن تكون قبلة وداع للرئيس الأمريكي بطريقة عراقية جدا. لم يصب الرئيس بأذى، لكن الحادث كان رمزيا بكل المقاييس، فهو من جهة احتجاج على سياسة بوش في العراق، ومن جهة أخرى شكل من أشكال التعبير عن الإهانة والاحتقار لما يحمله الحذاء من دلالات سلبية في الثقافة العربية. واستخدم الفلسطينيون أحذيتهم للدفاع عن الحرم القدسي ومنع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أريل شارون من زيارته في سبتمبر أيلول من عام 2000، وهو الحادث الذي شكل آنذاك الظروف الموضوعية لانفجار الانتفاضة الثانية، وهي نفس الأدوات التي استخدموها للتعبير عن غضبهم من زيارة وزير خارجية مصر أحمد ماهر لإسرائيل ومصافحته شارون عام 2003. وتبرز هذه الأمثلة وغيرها أنه في غياب الأدوات الدفاعية المتاحة قد يلجأ البعض لأساليب وأدوات رمزية لكنها ربما تكون فعالة بالتعبير عن الاحتجاج ورد الإهانة.